أنت مهتم بثقافة بنشر ثقافة احترام القانون. نعم. أيضا لديكم حسب ما أعرف يعني مجموعة تعمل على نشر هذه الثقافة. ما هو الأهداف التي تقوم عليها مجموعتكم هذه؟ حتى أدخل إلى هذا الموضوع لابد من تحديد سيادة القانون. ما هي سيادة القانون؟ هي ثلاث نقاط، ثلاث مبادئ. أولا أن تكون لكل فرد في المجتمع فرصة المشاركة بتشريع القوانين وتطبيقها والإشراف عليها. ثانيا إلزام هذه القوانين على كل فرد في المجتمع ولا أستثني فيها الحكومة نفسها. وثالثا وأخيرا أن القوانين تحمي كل فرد في المجتمع وحقوقه بالعلاوة على المصلحة العامة. فثقافة احترام القانون هي محاولة لتعزيز وترسيخ مبادئ سيادة القانون عند الناس، وهي تثقيف عامة الناس والنخبة الثقافية والسياسية والاقتصادية إلى أهمية تقييم مبادئ سيادة القانون حتى تنتشر هذه المبادئ عند المجتمع ككل. الإلزام الشخصي بهذه المبادئ، نقل هذا الإلزام إلى عامة الناس والأصدقاء والأحبة. هناك بعض التجارب، على سبيل المثال في صقلية بالسبعينيات وقتما كان المافيا تهيمن على المجتمع سواء كان على صعيد القطاع العام أو القطاع الخاص، وكان حركة إصلاحية أخذت تكافح المافيا عبر هذا النمط، حركة مدنية. حركة مدنية. هذه المنهجية من النشاط ثقافة احترام القانون. كيف كافحت مثلا في صقلية مجموعات مدنية سيادة المافيا على المجتمع آنذاك؟ هؤلاء الناشطون حقنوا مبدأ سيادة القانون إلى المجتمع عبر وسائل الإعلام، المسلسلات الدرامية، الموسيقى، المدارس، وحتى منبر الكنيسة الكاثوليكية. القسيس التزم بالتحريض ضد المافيا، عدم سماح المافيا للصلاة في داخل الكنيسة. فهذه النشاطات شكلت نوع من الضغط على من يعارض القانون والحماية لمن يلتزم به.